السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. إذا هذه المرة سنتعرف على 10 أخطاء شائعة في اللغة الفرنسية، سواء تعلق الأمر بالكتابة أو التحدث باللغة الفرنسية. إذا قبل أن نبدأ هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة حتى تصلكم الفيديوهات القادمة. إذا الخطأ رقم 1 يتعلق الأمر بـ la proposition en. لنرى مثال: Je vais en vélo. Je vais en vélo. فالخطأ في هذه الجملة وهو أن la proposition en تستعمل دائما مع les véhicules fermés. مثلا نقول: Je vais en voiture, en train, en métro, en bus. فدائما تستعمل مع les véhicules fermés، بمعنى أي الأماكن المغلقة من الداخل. لكن إذا تعلق الأمر بدراجة فإننا نستعمل la proposition à accent. مثلا: Je vais à vélo, à moto. فدائما نستعمل à avec accent. إذا لننتقل إلى الخطأ الثاني، يتعلق الأمر هنا ب سي إلي. فمتى نستعمل سي ومتى نستعمل إلي؟ إذا لنرى مثال: إلي أن أمي، إلي مون فوازان. فالخطأ في هذه الجملتين أنه لا يمكننا أن نكتب بعد إلي ان ديتيرمينو او ان ادجكتيف بوسيسيف. مثلا ديتيرمينو كوم ان اون لو لا لي، او ادجكتيف بوسيسيف مثلا ما تا سا مون تون سون. فالقاعده تقول انه دائما بعد الي يجب كتابه ادجكتيف او لي نو بروفيسيون. مثلا لي ادجكتيف الي بوتي، الي جونتي، الي غران، أو يمكن كتابة لي نون دو بروفيسيون، أي أسماء المهن. مثلا إلي بروفيسور، إلي ميدسان، إلي دونتيست، إلي كوافور. أما فيما يتعلق ب سي فإنها تكون دائما متبوعة ب أدجيكتيف بوسيسيف أو أن ديتيرمينون. مثلا فإذا استعملنا أدجيكتيف بوسيسيف مثلا سي مون فرير، سي مون فوازان. أما إذا استعملنا أن ديتيرمينون مثلا c'est une table, c'est un cahier. إذا ننتقل للخطأ الثالث، ويتعلق الأمر هنا ب لي كونتيتي، أي الكمية. فعند وصف الكمية فإننا نستعمل دائما دو. مثلا بوكو دو، ان بو دو، ان كيلو دو، ان تا دو. فدائما الكمية تكون متبوعة ب دو، فلا نكتب مثلا بوكو دي أو بوكو دو لا، فلا نكتب هكذا، نكتب فقط بوكو دو عندما يتعلق الأمر بالكمية. إذا لننتقل إلى الخطأ التالي، لو فيرب فيزيتي. إذا لنرى الجملة حتى نقوم بتصحيحها. مثلا جو فيزيت ما مير، لا نكتب مثلا جو فيزيت ما مير، فهذه جملة خاطئة، بل نكتب جو روند فيزيت ا ما مير، جو روند فيزيت ا ما مير. لأن لو فيرب فيزيتي يستعمل في حالتين، إما روندغ فيزيت أ كيلكان، بمعنى أننا نستعمل الفعل روندغ فيزيت لزيارة شخص، أو نستعمل لو فيرب فيزيتي بور أن ليو، مثلا مدينة، متحف وغيرها، كما نرى في هذا المثال: جو فيزيت أون في، أو مثلا جو فيزيت لو ميزي. لننتقل إلى الخطأ التالي، مثلا نقول لو لاندي بروشان، لو لاندي بروشان. فالخطأ في هذه الجملة أنه لا يجب أن نكتب لو، نقول فقط لاندي بروشان، لأن لو يقصد بها كل. لاندي بروشان، كل اثنين قادم. لكن يمكن أن نقول لو لاندي جو ناج، لو لاندي جو ناج، يقصد بهذا كل يوم اثنين أسبح. ففي هذه الجملة فإن لو يقصد بها كل يوم اثنين أسبح، وبالتالي فإن لو لاندي يقصد بها كل يوم اثنين. إذا لننتقل إلى الخطأ رقم 6، مثلا كما نرى في هذه الجملة: Je vais au coiffeur. Je vais au coiffeur. فالخطأ في هذه الجملة
أنه لا يجب استعمال لا بروبوزيسيون أو، لأنه افيك أن نوم بروفيسيونيل مثلا كوافور، ميدسان، دونتيست، ميكانيسيان وغيرها من أسماء المهن الأخرى، فإننا نستعمل دائما لا بروبوزيسيون شي، مثلا جو في شي كوافور أو شي ميدسان أو شي ميكانيسيان. أما لا بروبوزيسيون أو فإنها مثلا في هذه الجملة كما نرى هنا، جو في أو سالون دو كوافور، جو في أو سالون دو كوافور، أنا ذاهب لصالون الحلاقة. فدائما قبل لي نون بروفيسيون يجب أن نكتب شي وليس أو. إذا لننتقل إلى الخطأ رقم 7، يتعلق الأمر هنا ب لا نيغاسيون افيك لانفينيتيف. مثلا كما نرى في هذا المثال، il est important de ne parler pas، il est important de ne parler pas. فالخطأ في هذه الجملة أنه عندما تكون هناك لا نيغاسيون في الجملة مع فعل غير مصرف أي في الانفينيتيف، فإنه لا يجب كتابة الفعل الغير المصرف داخل لا نيغاسيون. كما نرى في هذه القاعدة، فإن الفعل الانفينيتيف يكون يعني في الآخر، ولا نيغاسيون تكتب وحدها والفعل يكتب وحده. فالتصحيح لهذه الجملة يجب كتابة il est important de ne pas parler، il est important de ne pas parler. إذا ننتقل إلى الخطأ رقم 8، ويتعلق الأمر هنا بين أو avec accent. فلنرى مثال حتى يتضح الأمر. ف أو avec accent يقصد بها هي il indique le lieu، هي proposition de lieu أي بمعنى ظرف مكان. مثلا où te caches-tu، أين تختبئ. ف أو avec accent هي la proposition de lieu أي ظرف مكان، بينما أو بدون أكسون فإنها يعني يقصد بها بالعربية أو، فهي أداة اختيار بين شيئين أو أكثر. لنرى مثال، جو في أ غوش أو أ دغوا، يعني أذهب إلى اليمين أو اليسار. إذا ننتقل إلى خطأ رقم 9، مثلا نكتب جو باغل أ لي زيليف، جو باغل أ لي زيليف. فالخطأ في هذه الجملة وهي لي، فهنالك قاعدة في الفرنسية تقول عند التقاء أ زائد لي فإننا نكتب أو في البلوريال، يعني أننا يجب علينا أن نكتب جو بارل أو زيليف، جو بارل أو زيليف. وإذا تعلق الأمر بسينجولي مثلا في هذا المثال، جو في أ لو سينما، فالخطأ في هذه الجملة عند التقاء أ زائد لو فإننا نكتب أو وليس أ لو، يعني يجب علينا أن نكتب جو في أو سينما، جو في أو سينما. إذا ننتقل إلى الخطأ الأخير رقم 10، نكتب أيضا لو ليفغ دو لو بروفيسور، لو ليفغ دو لو بروفيسور. فالخطأ في هذه الجملة وهو دو لو، فعند التقاء دو لو فإننا نكتب دو وليس دو لو، بمعنى أنه يجب كتابة لو ليفغ du professeur، le livre du professeur. وإذا تعلق الأمر بالجمع بلوريال فإننا نكتب كما نرى في هذا المثال، c'est la table de les enfants، c'est la table de les enfants. فالخطأ في هذه الجملة وهو التقاء de زائد les، فهنالك قاعدة في الفرنسية تقول عند التقاء de زائد les فإننا نكتب des، بمعنى أنه يجب كتابة c'est la table des enfants، c'est la table des enfants. إذا كان هذا هو موضوع درسنا هذا اليوم، وفي النهاية إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة حتى تصلكم الفيديوهات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.